أنا إسلام عبد العزيز، بشتغل من 93 في مجال الأقمشة وأقمشة الفاشن يعني الموضة، ومن أكبر هواياتي هواية جمع العملات المصرية والأجنبية والكوينز والورق كله. بدأت معايا الهواية دي من وأنا صغير قوي، كنت بحب أجمع العشر زيار والخمسة زيار الصغيرة عشان بحب أشوف الرسومات اللي مرسوم عليها، وكان والدي برضه بيساعدني وكان بيحب الهواية دي قوي، ولكن ما كانش فيه تنشيط ليها جامد. بدأت أكون كتير، وبدأت لما كبرت شغلتي كلها سفر وبحب أسافر كتير، فكل ما بروح بلد بحب أجيب برضه منهم كوينز وعملات وكده، ولقيت المجموعة عندي بقت كبيرة جدا ولكن مش عارف أرتبها، وقعدت أدور على أصدقاء أو أي حد أتبادل معاه الهواية دي، كانت صعبة جدا لغاية لما في النت بالصدفة اتعرفت على مجموعة هواة وعاملين جمعية اسمها جمعية هواة جمع العملات، وبدأوا يعلموني وبدأوا يجيبوا لي الاكسسوارات المطلوبة عشان أغلف الحاجات دي في شكل كويس وأظبطها كويس، وبدأوا يعملوا شوية مزادات، فكان عندي مجموعة كاملة جدا من الحاجات الفضيات التذكارية المصرية، وعرفتها دي كانت أول علاقتي بالمزادات. يا صباح الفل يا احمد. صباح الفل يا باشا. شكرا. من اهم المزادات عامه، هو اول مزاد في حياتي اللي انا قدرت ابيع فيه المجموعه بتاعت الفضيه كان في هونج كونج، كان في بعض الحاجات كده محتاج اجيبها من اسيا وكده، فكان في عملات هناك بتتعرض للبيع واللي بيشتروا بيتهافتوا عليها بطريقه غريبه جدا. انا كنت اول مره في حياتي اشوف المزادات العاليه قوي دي على عمله انا شايف ان هي مش مستاهله قوي، لكن هما كانوا مصممين ويجيبوا لي انها ناقصه في مجموعاتهم، المجموعات الكبيره جدا اللي هي فيها ملايين، ووصلوا ارقام كبيره جدا انا ما قدرتش حتى استمر معاهم لان بيتكلموا في ارقام كبيره جدا. اتمنى طبعا الناس تهتم شويه بموضوع العملات وتحاول تحبب الاطفال الصغيرين فيها، لانها هي هوايه جميله جدا وما بتضرش حد، لانها مش هوايه استهلاكيه، انت ما بترميش فلوس في الشارع، انت بتشتري فلوس. فلوس بتشتري فلوس، فهي فلوس كده كده بتبقى مخزونه معاك وتمنها بيزيد، فما هياش خساره. فاي حد ما شايف ان هم يشجع اولاده ان هم يحبوا الهوايه دي ويعلموها لهم ويبتدوا يشتروا لهم حاجات والكوينز، يعرفوا الكوينز ماشيه ازاي، وبرضه من خلال الكوينز بيعرف التاريخ وبيعرف الدنيا فيها ايه. وعامه بالنسبه لمصر هنا انا شايف ان العمله المصريه هي اجمل عمله ممكن تشوفها في حياتك، لان هي الوحيده اللي مكتوب فيها كروت. العملة نفسها مرسوم عليها عربية ترانزيت، مرسوم عليها القلعة، مرسوم عليها حاجات الناس كلها بتشتريها في كروت او بتصورها، ودي موجودة على العملات اي حاجة في العالم. حتى في انجلترا العملة الموجودة عليها ايه؟ صورة الملكة بس، في كندا ورقة الشجرة بس، لكن عملة مصر مرسوم عليها صور وتاريخ وكل حاجة موجودة فيها. فليه احنا ما عندناش اهتمام بالكلام ده؟ ده اقتصاد دولة، وانا شايف ان اهتمامنا بالهواية دي ممكن يزيد اقتصاد الدولة جدا جدا جدا.